لا يخفى على أحد سعي دبي الدائم نحو التميز والريادة في مختلف المجالات. اليوم سنتحدث عن أحد جوانب هذا التميز، وهو في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وأيضا الحياة الفطرية. نعم مهران، سنسلط إذن ضوء على اهتمام مجتمع دبي بالحفاظ على السلاحف البحرية والأنواع النادرة منها، ولدبي مع هذا قصة. طبعا في عام 2004 تم إطلاق مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف في برج العرب جميرة، الذي يهدف لإنقاذ أنواع السلاحف المهددة بالانقراض، ومنها سلاحف اللجأة صقلية المنقار التي تبني أعشاشها سنويا في هذا الساحل من الخليج العربي، وبالتعاون مع مكتب دبي لحماية الحياة البرية ومستشفى دبي للصقور والمختبر المركزي للأبحاث البيطرية، قامت مجموعة جميرة بإعادة تأهيل أكثر من 2000 سلحفاة بحرية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وبمساعدة السياح والمقيمين المهتمين بالبيئة. إحصائيات المشروع تظهر أن معدل السلاحف التي تم إنقاذها قد بلغ أكثر من 100 سلحفاة سنويا، ويشتمل مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف على برنامج تعليمي وتثقيفي بهدف التعريف بأنشطة المشروع وأهميتها والأخطار التي تواجهها. طبعا يوم الجمعة الماضي ساندي كان يوما مميزا في دبي، فقد صادف اليوم العالمي للسلاحف البحرية في 16 من يونيو، اليوم المخصص لزيادة الوعي بهذه المخلوقات الرائعة والتي يصنف الكثير منها على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض. زميلتنا ديالة علي شهدت بهذه المناسبة إطلاق مجموعة من السلاحف من شاطئ جميرة، ووثقت ذلك من خلال حسابها على إنستغرام. نتابع اليوم جايين فندق النسيم، وبنشهد إطلاق سلاحف تم إعادة تأهيلها من عيادة خاصة موجودة في برج العرب منذ 2004. هذه العيادة متخصصين في إعادة تأهيل السلاحف. من 2004 إلين اليوم أطلقوا أو أعادوا تأهيل، تخيلوا كم سلحفاة؟ 2076 سلحفاة. مهتمين وايد في هذا الموضوع، موضوع البيئة البحرية وإعادة تأهيل السلاحف. هذا البروجرام صراحة جميرة بيتش، يعني ما أخذت لنا من وقت طويل تشوفينهم يطلقون والسلاحف كيف يعتنون فيها داخل، عارفين إن انيشيتيف جدا مميزة. في بعض السلاحف يحطونهم مثل جهاز للتتبع، يحاولون يتابعون ويشوفون وين يوصلون. يقول لي ريال في منهم وصلوا إلى تايلاند من بحر دبي، من سلاحف قدرة عجيبة سبحان الله. وايد كيوت يوم سارة. طبعا هذيل معظمهم يعني كان فيهم أمراض أو متكسرين من البحر أو فيهم مشكلة، يعني مو كانوا وقادرين يسبحون، ما قصروا يعني هذا المشروع في برج العرب ومدينة جميرة، انهم يردون يعالجونهم ويردونهم للبحر والبيئة.